دلوقتي خلينا نستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. كالعاده هنبدا من القاهره، وتعالوا بينا نروح لكوبري اكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المروريه. شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمره. كوبري 15 مايو متجه الى المهندسين عليه كثافات مروريه. شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء. في كمان كثافات نسبيه عند الويلي ولحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات الى وسط البلد. في كمان كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه. اما المتجه الى المؤسسه ففي سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نروح معاكم لمحافظه الجيزه وتحديدا شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مروريه. الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات. في كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني. في شارع فيصل في كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. نروح لطريق المحور القادم من اكتوبر، في كثافات مروريه قبل الدائري وبتستمر لغايه سلم ارض اللواء. بعد كده في سيوله مروريه في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايو. اما المتجه الى كوبري اكتوبر في كمان سيوله مروريه. نروح معاكم لعروس البحر الابيض المتوسط الاسكندريه، وفي كثافات مروريه عند كوبري استلي وعلى طول الكورنيش. في كمان كثافات متفاوته عند الاشارات بطول الكورنيش. اما باقي الشوارع الجانبيه ففيها سيوله مروريه نسبيه. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مروريه عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الامر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مروريه لكنها متحركه. وهنكمل جولتنا المروريه ونروح اسوان، وهنبدا من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقه المسله واللي بيشهد سيوله مروريه على طول الشارع. هنلاحظ ان في كثافات مروريه بسيطه لحد ما نوصل لمحطه القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مروريه. في كمان ايضا كثافات في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المروريه. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في دمياط 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.